لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وكنا قد تحدثنا في حصة سابقة عن أعمال المزدلفة، ثم يكون بعد ذلك تكون الإفاضة إلى منى. وهنا قبل أن نخرج من المزدلفة وددت أن أذكركم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روي أنه حين أطال المقام وألح في الدعاء على الله تعالى أن يغفر ذنوب الحجاج وكل القائمين على صعيد عرفات وأن يحمل عنهم التبعات، والمقصود بالتبعات حقوق الناس وحقوق العباد، فضمن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل قائم على صعيد عرفات ذنوبه وسيئاته، ولكنه لم يضمن له في التبعات. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة وهو في المشعر الحرام أي في المزدلفة، توجه إلى الله تعالى بالدعاء، ثم بعد ذلك استدار إلى الصحابة الكرام ووجهه يتهلل بالبشر والسرور صلى الله عليه وسلم، وقال لهم أبشروا أبشروا فقد قبل الله تعالى وحمل عنكم التبعات. فقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في غاية السرور وقال كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ثم قال يا رسول الله أهذا لنا خاصة أم للمؤمنين عامة؟ أي هل هذه خصوصية بتشريف وتكريم لك وأنت بين أظهرنا وأنت تأمنا، أم هذه بشارة لسائر المؤمنين وفضل سيبقى إلى أبد الآبدين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم خاصة وللمؤمنين عامة إلى أبد أبد إلى يوم القيامة. فالحمد لله على فضله وعلى سعة جوده وإكرامه وإنعامه. وأعود بكم يا ضيوف الرحمن، فبعد أن يتم الحاج أعماله بالمشعر الحرام سواء كان بات ليلته هناك وبعد صلاة الفجر يجمع الحصيات ليتوجه إلى منى، وعدد الحصيات إما أن يجمع 49 حصات وإما أن يجمع 70 حصات، والعدد هذا لأن الحاج سيرمي يوم العيد يوم النحر جمرة العقبة فقط، الجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات. أما في أيام التشريق فإما أنه سيتعجل وبذلك يرمي يوم واحد أيام التشريق اللي يقابل ثاني عيد، ويوم ثالث أيام التشريق وبذلك سيتعجل يرمي يومين، يعني يرمي يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر من ذي الحجة، سيرمي الثلاث جمرات بالترتيب، يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، ثلاثة في 21 حصات يلزم يعني بالعدد هذا يعني سبع حصيات سبع حصيات سبع حصيات 21 حصات. إذا كان اليوم هذا 21 واليوم الثاني 21 ونزيدوهم السبعة نتاع يوم العيد يوم النحر يصبح العدد الإجمالي 49 حصات. وإذا مش يتأخر وسنتحدث عن التعجل والتأخر،
يلزم يجمع 70 حصاة ويزيد عن ذلك قليلا، والحصاة ينبغي أن تكون أكبر من حبة الحمص وأصغر من حبة الفول، وألا تكون من روث أو غير ذلك، ولا بد أن تكون من حجارة. ويجوز لمن لم يقدر على جمعها من المزدلفة أن يجمعها من منى، ولا يجوز للحاج أن يحملها من بلده، ولا أن يمسك حجارة كبيرة فيكسرها أجزاء، كل ذلك منهي عنه. وبعد أن يتم الحجاج مناسكهم في المشعر الحرام، سواء كان من بات أو من أدرك جزءا من الليل، يدفعون جميعهم إلى منى. وما أدراك ما منى؟ منى هي واد بين سلسلتين جبليتين، تتسع لحوالي أو يمكن أن تستوعب حوالي 1,700,000 حاج. وبمنى مخيمات، وبمنى بعض البنايات وبعض النزل، ومنى هي المكان الذي توجد به الجمرات، والجمرات التي ترون كهذه الأشكال المصغرة للشاخص ولموضع الجمرة. وكما تعلمون في القديم كانت الجمرات هي عبارة عن شاخص مبني من حجارة تقريبا 60 سنتيم على 60 سنتيم مرتفع وحوض يحيطه. الآن تيسيرا على المؤمنين بنيت هذه الشواخص الطويلة التي يزيد طولها عن 15 متر، حوالي 17 متر، وارتفاع الشاخص يصل إلى ما يقارب 9 أمتار، ويمكن للحاج أن يرمي من كل الجهات. لسائل أن يسأل: ما هي رمزية مواضع الجمرات؟ الرمزية تذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وبهاجر، وبإسماعيل. كلنا يعلم قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حين رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، فقص رؤياه على ابنه وعزم على تنفيذ أمر الله تعالى. يروى أن الشيطان جاء لإبراهيم في موضع الجمرة الكبرى وأراد أن يثنيه عن عزمه، وقال له: كيف تذبح ولدك وفلذة كبدك الذي طويلا ما انتظرته؟ كيف تذبحه لرؤيا يا إبراهيم؟ فعلم إبراهيم أن هذا هو الشيطان أراد أن يثنيه عن عزمه، فعمد إلى الأرض وأخذ 7 حصيات ورماه بها. قيل أنه تعرض له في موضع الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى أيضا، وقيل أن الشيطان تعرض لإبراهيم في موضع الجمرة الكبرى، ولهاجر في موضع الجمرة الصغرى، ولإسماعيل في موضع الجمرة الصغرى، وارتقت العائلة الموحدة وكانت على قلب مؤمن واحد، كلها إخلاص وعروج لله جل وعلا. ونعلم قصة الفداء للذبيح إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأنتم ترون هذه الشواخص قريبة من بعضها، والأصل أنها متباعدة ما بين الشاخص والشاخص حوالي 150 متر، ولكن جعلناها كمثال مصغر لنبين لكم. أقرب الجمرات إلى مكة هي الجمرة الكبرى، تسمى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وبعدها تلي جهة منى الجمرة الوسطى فالجمرة الصغرى. وأنتم تعلمون ما من الله به على حجاجه الميامين في هذه السنوات، ذلك البناء الضخم الذي ينظم عملية الدخول والخروج للحجاج للقيام بمناسك يعني وأعمال الحج في أيام التشريق. إذن لنا أن نسأل: ما هي أعمال يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، يسمى أيضا يوم الحج الأكبر؟ إنها 4 أعمال، احفظوا هذا، مجموعة في كلمة القائل رنحط. فالراء لها رمزية، والنون لها رمزية، والحاء لها رمزية، والطاء لها رمزية. أما الراء فالمقصود بها رمي جمرة العقبة، وبمجرد وصول الحاج إلى منى. وهنا عند المالكية لا يكون هذا إلا بعد شروق الشمس، بل عند الجمهور، عند الأحناف يجوز بعد الفجر، أما عند الشافعية فأجازوا لمن أتى منى بعد منتصف الليل، لأنه عند الشافعية يبدأ اليوم بعد منتصف الليل،
أجاز له أن يرمي جمرة العقبة. ويمكنكم استشارة السادة المرشدين الذين يرافقونكم. فيرمي الحاج بنية جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يرمي بها هكذا بهذه الطريقة، يقول بسم الله الله أكبر ويلقي بطريقة الدفع هكذا، لا يلقي الحجارة هكذا، ولا يلقي الحجارة السبع يعني مجتمعة مرة واحدة، ولا يجوز الرمي بالأحذية ولا بالنعال ولا بأي أداة أخرى، إنما بالحصيات الصغيرة هذه. يكبر مع كل حصاة، يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا سبع مرات، ويكون الرمي إما يأتي على الشخص أو يكون في الحوض، فإذا جاءت يعني أو كانت الحصاة خارج الحوض أعادها وكررها. وبعد أن يتم رميه الحاج يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده، ثم يتوجه بعد ذلك إلى الواجب الثاني. ما هو؟ رنحت. النون لماذا ترمز؟ ترمز للنحر. وتذكرون أننا قلنا المقتطع الذي نشتريه من البنك أو من الشركة هو وكالة ينوب عنا في ذبح الهدي، إذن نحن قدمنا تقديم الوكالة في ذبح الهدي. ثم بعد ذلك الحاء ترمز إلى الحلق أو التقصير، فيتوجه الرجال إلى الحلاقين أو إلى إخوانهم فيحلقوا شعر رؤوسهم. والحلق أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلاثا للمحلقين ومرة للمقصرين، حيث قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، فقال بعض الصحابة والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والأفضل الحلق، هو السنة وهو الأفضل وهو الأكمل، ومن لم يشأ فليقصر من جميع أجزاء شعر رأسه. وبذلك من حلق أو قصر فإنه يعد قد تحلل التحلل الأصغر. هذا بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء، تقص المرأة من طرف ذؤابة شعرها قيد أنملة، قد كرسوحة سنتيم أو اثنين سنتيم فقط، لا تقص المرأة شعرها ولا تحلق المرأة، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حلق أو قصر الرجل وقصرت المرأة يعتبر الآن الرجل والمرأة، يتسمى هذايا التحلل الأصغر. إيش معناها؟ يعني تحللوا من إحرامهم التحلل الأصغر، فيباح لهم كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا النساء والصيد ويكره الطيب. مازال اللي تحلل التحلل الأصغر وما طافش طواف الإفاضة مازالت مرته محرم عليه، والصيد محرم عليه، ويكره الطيب، والأفضل أن يتم طوافه بثياب إحرامه. يجوز له عندئذ أن يغتسل، يجوز له أن يستعمل مواد التنظيف، لكن لا يجوز له الصيد، ولا يجوز له إتيان أهله، ويكره في حقه الطيب. إذن رمى جمرة العقبة، قدم الهدي مسبقا، حلق أو قصر، يبقى حرف الطاء وهو طواف الإفاضة. وسأترك الحديث عن الطواف الإفاضة وما بعده للحصة القادمة بحول الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن ييسر لكم وأن يجعلكم من عباده المقبولين. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توقف بنا جواد المقال عند رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وبينت لكم أنه من أعمال يوم النحر أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، ويجزئ عن ذلك تقديم
المال للبنك ليكون كفيلا ووكيلا لاقتطاع التذكرة قبل صعودنا إلى عرفات، ثم الحلق أو التقصير. ويجوز لمن أراد أن يؤخر الحلق أو التقصير لما بعد طواف الإفاضة فهذا جائز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن أي شيء قدم أو أخر عن وقته وزمانه إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بعد ذلك طواف الإفاضة، فإني أنصح إخواني وأخواتي إن كانوا أصحاء أقوياء أن يتوجهوا مباشرة إلى مكة المكرمة ليتموا حجهم وليطمئنوا على نسكهم، فيبقى هنا هم تحللوا التحلل الأصغر لكن ما زالوا متلبسين يعني بأعمال الحج وباقي أركان الحج. فإني أسألكم، المفرد الآن كم بقي له من أعمال الحج؟ والقارن كم بقي له من أعمال الحج؟ والمتمتع كم بقي له من أعمال الحج؟ أما المفرد فقد أحرم وسعى بعد طواف القدوم ووقف بعرفات، فلم يبق له من أركان الحج إلا طواف الإفاضة، وكذلك القارن مثل المفرد. أما المتمتع الذي أحرم من النزل يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، فالركن الأول هو الإحرام، ثم بعد ذلك خرج مباشرة إلى عرفات أقام الركن الثاني، فكم بقي له من أركان الحج؟ بقي له ركنان، الركن الأول هو الطواف طواف الإفاضة، والركن الذي يليه هو السعي بين الصفا والمروة. ولذلك هنا أذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى في كتابه العزيز: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا شعورهم ويتحللوا والأوساخ التي علقت بهم، ينعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم أي بذبح الهدي، ثم ماذا؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، في إشارة إلى طواف الإفاضة. فيتوجه الحجيج الميامين إلى مكة المكرمة على حسابهم الخاص، هذا ليس داخل في حساب البعثة الرسمية. كل مجموعة تكري حافلة أو سيارة تأجرها وتتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة، إذا عندهم حقائب ولا أمتعة يدعوها في نزل الإقامة، ثم يتوجهوا إلى المسجد الحرام. في كل وقت يتوجهوا المسجد الحرام، لين باش مش يعملوا طواف الإفاضة الذي هو الركن الرابع من أركان الحج. هناك مسألة لم أذكرها في الدروس السابقة ربما لعجلة التقديم، مسألة التلبية. ففي المذهب المالكي التلبية تستمر مع الحجاج إلى يوم عرفة، فإذا أقاموا صلاة الظهر والعصر تنقطع التلبية بالنسبة للمذهب المالكي. أما الجمهور فيقولون تستمر التلبية مع الحجاج في إفاضتهم من عرفات إلى المشعر الحرام، ومن المشعر الحرام إلى منى، حتى إذا رموا جمرة العقبة تنقطع هنالك التلبية. هذا فيما يخص التلبية. نعود الآن إلى مكة المكرمة، لماذا؟ لنتم طواف الإفاضة وهو الركن الرابع بالنسبة للمفرد والقارن، وهو الركن الثالث بالنسبة للمتمتع. وكذلك أود أن أشير إلى مسألة أخرى تتعلق بالنساء. إذا دخلت المرأة وهي حائض إلى مكة ولم تتمكن من طواف القدوم، وبذلك لم تأتي بالسعي بين الصفا والمروة، فهذه الأخت الفاضلة الآن نطالبها بعد أن تطوف طواف الإفاضة أن تسعى بين الصفا والمروة. ندخل المسجد الحرام كما دخلناه كل مرة بأدب، قدمين الرجل اليمنى، ثم إذا وصلنا إلى البيت ننوي طواف الإفاضة. والطواف كسائر الطوافات الأخرى كما ذكرناه في حصص سابقة، ولا يتغير إلا النية. تنوي طواف الإفاضة الركن الذي هو ركن من أركان الحج،
تطوف وتدعو، ولا حاجة للاضطباع في طواف الإفاضة، ولا حاجة للخبب والهرولة في طواف الإفاضة، إنما ذلك في طواف القدوم فقط. وتبتهل إلى الله تعالى بالدعاء بشروط الطواف التي ذكرناها سابقا، وبعد انتهاء وتمام الطواف تصلي لله ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي موضع يتسع لك من المسجد، ثم بعد ذلك تتوجه بالدعاء، دعاء الملتزم، دعاء حجر إسماعيل، دعاء مقام إبراهيم عليه السلام، ثم تتوجه بعد ذلك إلى زمزم لتشرب وترتوي وتتضلع وتشكر الله تعالى. أما بالنسبة للمفرد والقارن هنا فنقول لهما حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة رابحة لن تبور. وورد في شأن هذا الفيض من العطاء الرباني جزء من الحديث النبوي حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما طوافك بالبيت، يقصد به طواف الإفاضة في جزء من الحديث، فإن الملك يأتي فيضع كفه بين كتفيك فيقول لك: يا عبد الله اعمل فيما تستقبل، فقد غفر الله لك ما مضى، الحمد لله على فضل الله. أما المتمتع ومن لم يسعى سعيه للحج فنقول له بعد أن أتم طواف الإفاضة عليه أن يذهب إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة كما بيناه في حصص سابقة، أن يبدأ بالصفا وأن ينتهي عند المروة، والسعي سبعة أشواط بنية السعي للحج. فالمراهق أي الذي جاء متأخرا ومباشرة من موضع إحرامه خرج إلى عرفات، الآن بعد طواف الإفاضة يسعى سعيه للحج، والمتمتع بعد طواف الإفاضة يسعى سعيه للحج، ومن كان مريضا أو به عذر منعه من السعي في بداية مناسكه يسعى الآن سعيه للحج. فإذا أتموا سعيهم جميعا نقول لهم جميعا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة رابحة لن تبور. وهكذا يتحللون جميعهم التحلل الأكبر، فلهم أن يذهبوا وأن يغتسلوا وأن يرتدوا الثياب وأن يتعطروا وأن يتزوجوا النساء وأن يتحللوا من كل محظورات الإحرام. هناك مسألة أود أن أشير إليها، أن الحاج يسقط أو تسقط في شأنه الأضحية، الحاج لا يطالب بالأضحية، يطالب بالهدي إن وجب في حقه أو إن كان متمتعا أو قارنا، أما الأضحية التي يقوم بها سائر المؤمنين فتسقط عنه، وكذلك تسقط عن الحاج صلاة العيد، ليس له ولا يطالب أن ينتظر صلاة العيد، وكذلك يسقط عن الحاج أداء صلاة الجمعة إن وافقته الوقفة على صعيد عرفات يوم الجمعة. هذه الأمور كلها تسقط عن الحاج ولا تجب عليه. وهنا يمكن لمن أتم مناسكه حتى قبل صلاة العيد أن يذهب ليستريح، ليغتسل، ليتطيب، ويعتبر بذلك قد أتم نسكه وتحلل التحلل الأكبر، ولا يبقى له من أعمال الحج إلا أعمال أيام التشريق. فما هي أعمال يوم التشريق؟ ما هي أعمال أيام التشريق التي ستقام بمنى؟ إما أنها تكون يومين وإما أنها تكون ثلاث أيام. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي يجوز لك أن تقتصر في إقامتك بمنى للمبيت وللرمي، لرمي الجمرات، يومين وليلتين، ويجوز أن تتم، وهذا الأفضل، ثلاثة أيام بلياليها. وهذا ما سنتحدث عنه في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى، ما هي أيام التشريق ولماذا سميت بأيام التشريق وما هي أعمال الحجاج في أيام التشريق، ما هو الثابت في كل ذلك عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وحتى ذلك الحين يا ضيوف الرحمن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.